صحيح أن حركتي حماس والجهاد تبنتا عملية تل أبيب مساء الأحد الماضي، إلا أن التحقيقات الإسرائيلية يبدو أن لها رأياً آخر. تعقيد القنبلة المستخدمة كان السبب الرئيسي لشكوك السلطات في إسرائيل بالطرف المتورط بالعملية، فبحسب وسائل إعلام محلية تحقق قوات الأمن في احتمال ارتباط إيران وحليفها اللبناني حزب الله بمحاولة التفجير. الفرضية نفسها أكدتها الشرطة وجهاز الأمن الداخلي بعد تحقيقات أولية قالت إن المهاجم، وهو من سكان نابلس في الضفة الغربية، ربما تلقى توجيهات من إيران أو حزب الله. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فألمحت إلى أن هناك شكوكا في أن النظام الإيراني والحزب قدم الدعم الفني أو اللوجستي لتنفيذ الهجوم، مؤكدة أن القنبلة التي يعتقد أنه تم تصنيعها في الضفة الغربية صممت بطريقة معقدة للغاية، ولو انفجرت كما كان مخططا لها لكان ضحاياها بالعشرات.